بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة مدونة الإلكتروميكانيك، أرحب بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو سأشارك معكم كتاب جميل جدا، صراحة أعجبني شخصيا، لهذا أردت أن أشاركه معكم. الكتاب تحت عنوان ورشة صيانة وإصلاح الآلات الكهربائية، وبالضبط يعني الآلات المنزلية، يعني كتاب جميل جميل جدا. من أهداف الكتاب كما تلاحظون أن يكون يعني متدرب أو قارئ يعني قادرا على فحص الأجهزة بالأجهزة الكهربائية، وأيضا قادر على تحديد نوع العطل سواء كان كهربائيا أو ميكانيكيا، وأيضا يكون قادرا على فك الأجهزة أو الآلة بطريقة صحيحة ومتسلسلة، أن يكون قادرا على تحديد القطع التالفة واستبدالها، وأيضا إعادة وتجميع الأجهزة كلها مكانه، وأيضا اختبار الجهاز وإعادة العدد المستخدمة إلى مكان مخصص، وتنظيف مكان الصيانة ممكن عمل الصيانة، وأيضا اتباع إجراءات السلامة عند عمل الصيانة. من بين الآلات التي سنتعرف عليها في هذا الكتاب هناك المدافئ الكهربائية، المكواة، الغسالة الكهربائية، وأيضا المكنسة الكهربائية، والنوع الآخر من المدافئ. في الأول هو يعطيك يعني بعض الملاحظات حول السلامة، مثلا هذا السلك الكهربائي، ويقول لك يعني يجب عدم يعني إضافة الشريط اللاصق، يجب يعني يجب استبدال هذا يعني الكابل. النوع الأول الذي سي يعني يطرق إليه الكتاب هو المدافئ الكهربائية. كما تلاحظون هذا هو النوع الأول من المدافئ الكهربائية. هذا النوع يعني يتكون من زجاج، من أنبوب زجاجي يعني، وفي داخله مقاومة كهربائية. ثم لدينا نوع ثاني من المدافئ هو الزيتي، ويعني مشهور جدا. في الأول يعني سيعلمون كيفية تفكيكه، وهنا كيفية إضافة يعني إزالة غطاء يعني درجة يعني غطاء خاص بمفتاح تحديد درجة الحرارة ترموستا. هنا يبدأ تفكيك الجهاز يعني والتعرف على مكوناته. تلاحظون مفتاح التشغيل، يعني جميع ما يخص هذا الجهاز، يعني كتاب جميل جدا. ثانيا سيناقش يعني المكواة الكهربائية، تلاحظون مكوناتها، كيفية تفكيكها، يعني يتطرق إلى جميع ما يخص هذه الأجهزة كما تلاحظون. هذه صورة بعد التفكيك بالكامل، ثم يعني المكنسة الكهربائية مكوناتها تلاحظون. هذا المحرك الكهربائي الخاص بها، وهذا يعني جدول يعني خاص بالأعطال الخاصة يعني بالمكنسة الكهربائية، لأن تأتي يعني الغسالة الكهربائية العادية. تلاحظون هنا يعطي مكونات، هذه صورة لها. الآن يعني تاني يعني في يعطي يعني كيفية التفكيك، تلاحظون إزالة الغطاء العلوي، يعني مفاتيح التشغيل، مفتاح الأمان، كما تلاحظون إزالة الأسلاك، يعني تفكيك، كيفية التفكيك بالكامل، إزالة الحوض يعني النشاف. تلاحظون إزالة الحوضين بالكامل،
يعني يبين مكونات الغسالة الكهربائية، المحركين، وهذه الغسالة يعني الأوتوماتيكية، يبين أيضا مكوناتها كما تلاحظون. هذه مكونات الغسالة الكهربائية، يعني كتاب رائع جدا، وأدعوكم لتصفحه ومشاركته يعني مع أصدقائكم. يعني مثل هذه الكتب يعني جميلة جدا، وخصوصا للمبتدئين يعني لتعلم كيفية يعني صيانة يعني أجهزة، خصوصا اللي في المنزل. يعني كتاب جميل جدا، لتحميله يعني ستجدون رابط التحميل أسفل الفيديو، سينقل لكم الرابط إلى هنا، ستجدون يعني الكتاب في المدونة خاصة بي. تلاحظون هذه مكونات أهداف الكتاب، يمكنكم قراءة الكتاب هنا. ولتحميله يمكنكم الضغط على هذا الرابط أو على هذه الأيقونة، ستنقلكم إلى هذا الرابط، فقط اضغط على هذا السهم وسيتم التحميل مباشرة. في الأخير أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك، أتمنى أن تستفيد من هذا الكتاب وتشاركه مع أصدقائكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والضغط لايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.